بسم الله الرحمن الرحيم. رياضيات السنة السادسة في الفقرة إن شاء الله سنرى الصفحة رقم 56 في أعلى صفحة. كما نلاحظ عندنا حساب ديني سريع. طبعا في الفقرة الصغيرة سنرى كيف لنا أن نحسب عددا عندما نقسمه على 0.5. 0.5 طبعا هي 1 على 2. 0.5 هي 1 على 2. طبعا إذا أخذنا 1 ثم قسمناه على 2، إذا 1 مقسوم على 2 هي 0، إذا يبقى عندنا 1 هنا، نضيف 0 ثم نضع الفاصلة. إذا 10 مقسوم على 2 هي 5، 5 ب 2 10، 10 من 10 هي 0، إذا هي 0.5. إذا 1 على 2 تتساوي 0.5. إذا عندما نقسم على 0.5 المقصود أننا نقسم على 1 على 2، وتنعرف بأنه في الكسور ملي تنقسم عدد على كسر كيفما كان، سواء كسر على كسر أو نقسم عدد عادي بالفاصلة أو غير الفاصلة على كسر، فهذه القسمة تتحول إلى ضرب هذا العدد الأول في مقلوب العدد الثاني. مثلا هنا إذا كانت عندنا 15 مقسومة على 0.5، 15 مثلا مقسومة على 0.5، فالمقصود بها هي 15 مقسومة على 1 على 2. 15 قاسم 1 على 2 ماذا تساوي؟ تساوي 15 مضروبة في 2 على 1، إذا تتولي مضروبة في المقلوب ديال الكسر اللي قسمنا عليه العدد. إذا وبالتالي التحول عندنا 15 قاسم 0.5 غتحول الى 15 مضروبه في 2. هذا طبعا نقدروا نلمسوها بواحد الطريقه اخرى. الى خدينا 15 قاسم 2 يعني طبعا غتجينا 7.5. الى خدينا 15 وقسمناها على 2 طبعا غتجينا 7.5، يعني ان عد 15 فعلا غتقسم على 2. ولا شدينا هاد 15 وقسمناه على 1 غننزلو بواحد، قسمنا على 2 غنقسم على 1، دابا غنقسم على 1 طبعا غتبقى 15. كما تلاحظوا بان الاعداد تتزاد، قسمنا على 2 كانت 7.5، قسمنا على 1 غتبقى 15. ثم اكيد ملي غنقسمو على عدد اقل من 1 طبعا العدد غيزيد يكبر، سواء خدينا مثلا 0.7، 0.9، 0.8 العدد غيكبر. وملي غنقسمو هاد العدد على 0.5 اكيد العدد غادي يتضاعف، وهذا ما برهنا عليه هنا. اذا 15 قاسم 0.5 المقصود بها 15 مضروبه في 2. اذا فيما نقسمو شي عدد على 0.5 مباشره نمروا الضرب في 2. مثلا الى خدينا 4 قاسم 0.5، اذا بحال غنشدو هاد 4 وغنضربها في 2، يعني انها غتعطينا 8. ثم ناخذينا 25 قاسم 0.5 بنفس الطريقه، 25 مضروبه في 2 يعني غتعطينا 50. ثم الى خدينا 13 قاسم 0.5 فالمقصود بها 13 مضروبه في 2 وبالتالي غتعطينا 26. الى خدينا 34 قسمنا على 0.5، الى خدينا 34 قاسم 0.5 المقصود بها 34 مضروبة في 2 وبالتالي غتعطينا في الخارج 62. نمر إلى أنشطة الاستثمار والتقويم. عندنا أقدر القياس المناسب، عندنا واحد المعطيات غنقدرو القياس المناسب لها. مثلا حجرة الدرس، حجرة الدرس قدها شيكون القياس ديالها، المقصود قياس المساحة ديالها. كما تلاحظوا بأن عندنا المتر مربع، طبعا القياسات المربعة بحال المتر مربع، السنتيمتر مربع، ديكامتر مربع إلى آخره. إذا هذه القياسات هي ديال المساحة، المساحة ديما تنقيسوها بالمربع. ما معنى مربع؟ يعني بحال خدينا شي زليجة، طبعا الزليجة تتكون مربعة. إذا طبعا المساحة أحسن حاجة تقاس بها هي هاد الشيء المربع، غير هي تيبقى الطول ديال هاد الشيء المربع أشنا هو. وهنا فين تتعدد القياسات، تنقدروا ناخذوا متر مربع
حالة ناخذ مربع غنقيسو به المساحة ولكن في الحرف ديالو متر. إذا عندنا متر 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 أربع مرات، إذا متر مربع هذا. ثم ممكن أننا ناخذ قياس آخر، ممكن أننا ناخذ مثلا قياس أكبر أو أصغر، مثلا نأخذ ديكامتر مربع أو ناخذ ديسيمتر مربع. إلا خذينا مثلا ديسيمتر مربع، المقصود أننا غنعبر بمربع الحرف ديالو ديسيمتر، يعني غتكون عندنا ديسيمتر 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 على أربع مرات. إذا فاحنا عندنا ديسيمتر مربع. هنا طبعا عندنا المتر مربع، هنا عندنا المتر مربع. إذا حجرة الدرس قداش غتكون المساحة ديالها؟ واش 4 الأمتار مربعة؟ وملي تنقولوا 4 الأمتار مربعة معناها حالة عندنا جوج الأمتار في جوج الأمتار. باش تكون عندنا المساحة 4 الأمتار مربعة خاصنا نديروا 2 في 2. طبعا باش تكون عندنا المساحة فيها 4 الأمتار مربعة يعني أن هذه المساحة طول ديالها والعرض ديالها 2 في 2، 2 في 2. إذا طول في العرض طبعا في هذه الحالة عندنا مربع، إذا 2 في 2 غتعطينا 4 متر مربع. إذا الحجرة الدرس واش غتكون فيها 2 متر على 2؟ طبعا هذا بحال السجن، غتكونش غرفة، يعني غتكون ضيقة بزاف. واش ممكن تكون مثلا 400 متر مربع؟ 400 متر مربع طبعا بحال غناخذوا 40 متر في الطول و10 متر في العرض. 40 متر في الطول و10 متر في العرض، 10 في 40 هي 400، 10 الأمتار في العرض و40 متر في الطول، 40 في 10 غتعطينا 400 متر مربع. إذا واش ممكن حجرة الدرس تكون بهاد المساحة؟ غتكون كبيرة فوق القدر، ممكن أن تكون قاعة محاضرات بهذا الحجم، لكن القاعة المناسبة طبعا هي 40 متر مربع في المساحة ديالها. 40 متر مربع طبعا هي 5 مثلا في 8، 5 الأمتار في العرض 8 أمتار في الطول. طبعا ممكن أننا نختلف في الطول والعرض، لكن في الأخير ترجعوا لنفس المساحة، مثلا 5 الأمتار في العرض 8 الأمتار في الطول. إذا 8 في 5 هي 40. إذا كما تلاحظوا بأن 5 في 8 مناسبة لقاعة الدرس. ثم مثلا إلا خذينا صفحة من الكتاب، إلا خذينا مثلا صفحة من كتاب الرياضيات، إذا صفحة من كتاب الرياضيات واش ممكن تكون 3 سنتيمترات مربعة فاصلة 85، يعني تقريبا جاية 4 سنتيمترات مربعة، يعني قريبة ل 4 سنتيمترات مربعة. وما معنى 4 سنتيمترات مربعة في مساحة كتاب؟ معناها أقل من 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر باش نحصلوا على هذه المساحة اللي هي 4 سنتيمترات. طبعا 3.85 قريبة لهذا العدد، ما وصلهاش. وبالتالي كما تلاحظوا بأن هذا الكتاب غيكون صغير بزاف، باش تكون في الطول ديالو جوج سنتيمترات وفي العرض ديالو جوج سنتيمترات، طبعا المساحة اللي عندنا هنا أقل من هذا القياس. إذا 3.85 كما لاحظنا بأنها صغيرة جدا. ثم عندنا 83.5 سنتيمتر مربع، باش تكون عندنا هذه المساحة طبعا مثلا نقسم 83.5 على 10. إذا إلا قسمنا 83.5 على 10 غتعطينا 8.35. إذا باش نحصلوا على هذه المساحة اللي عندنا هنا غتكون عندنا في العرض مثلا 8.35 وفي الطول غتكون عندنا 10 سنتيمترات، وفي الطول غتكون عندنا 10 سنتيمترات. قسمنا على 10 لأن واضح ملي غنقسمو 83.5 على 10 غتعطينا عدد آخر قريب لهاد 10 اللي هو 8.35. طبعا كما قلنا الآن 8.35 مضروبة في 10 غتعطينا 83.5. إذن هذه هي مساحة الكتاب. حنا قسمنا على 10 باش نحصلو على طول العرض تقريبا، باش نعرفو قدر هاد المساحة. قسمنا 83.5 على 10 باش نحصلو على الطول والعرض تقريبيا، ممكن انهم يختلفان شيئا ما، طبعا فقط باش نعرفو قدر هاد المساحة. فإلا خدينا كتاب الفرنسية مثلا، الطول ديالو 27 سنتيم والعرض ديالو 21 سنتيم، شوف فين كاينة
8.35 وشوف الكينة 10 سنتيمتر. إذا طبعا حتى هذا القياس أنه صغير. إلا مشينا 385 سنتيمتر مربع، طبعا هذه المساحة ممكن نحصلوا عليها مثلا إلا خدينا في العرض 15.4 سنتيمتر وفي الطول 25 سنتيمتر. إذا 15.4 ثم 25 سنتيمتر. إذا كما تلاحظوا بأن هذا القياس هو أقرب للحقيقة. إذا هذا القياس هو أقرب للحقيقة. إذا مثلا تشدوا 385 نقسموا على 20 سنتيمتر أو على 25 سنتيمتر باش نحصلوا على البعد الآخر، طول أو العرض لهذا الكتاب، وبالتالي نميز، وبالتالي نميز ما هو الصواب، ومن خلالهما نعرف تقريبا ما هي المساحة المناسبة. فإذا قسمنا هذا العدد مثلا 385 إلى قسمنا على 20 طبعا غتعطينا 19.25. فكأننا تنحصل على واحد الكتاب اللي الطول ديالو 20 سنتيمتر والعرض ديالو 19.25. إذا كما تلاحظوا بأن قياس هذه المساحة الأخير إذا هو الأقرب للصواب. إلى خدينا مساحة المغرب، إلى خدينا مساحة المغرب طبعا نبدأ بالرقم الأخير مثلا 7108.5. إلى خدينا غير 7108 وقسمناها على 100، 7108 مثلا إلى قسمنا على 100 غتعطينا 71. إلى خدينا 7108 وقسمنا على 100 غتعطينا 71.08. إلى خدينا 7108.5 قاسم 100 مثلا، يعني غتجي تقريبا 71.08 إلى آخره. إذا واش المغرب حقيقة أن الطول ديالو مثلا هو 100 كيلومتر والعرض ديالو 71 كيلومتر؟ أكيد هذا العدد ليس صحيحا. ثم ننتقل للعدد الذي قبله، 71000 كيلومتر مربع تقريبا. إذا 71000 إلى قسمنا على 500 غتعطينا 142، والصحيح أن المغرب العرض ديالو 142 كيلومتر والطول ديالو 500 كيلومتر. الطول ديالو 500 كيلومتر. حتى المساحة ليست صحيحة، حتى المساحة ليست صحيحة. إلا خدينا مثلا 710850 كيلومتر غناخدو 710، يعني العدد الآخر لا يؤثر. 710000 نقسمها مثلا على 2000، نقسمها على 2000 نعرف بأن الشواطئ الأطلسية للمغرب تمتد على حوالي 2500 كيلومتر. طبعا المغرب ماشي مربع، المغرب ماشي مربع، كل الأماكن اللي عنده فيها العرض كبيرة وكل الأماكن اللي عنده فيها العرض أصغر. إذن غناخدو هاد 710000 وغنقسمو مثلا على 2000، 710000 710000 كيلومتر مربع قاسم 2000 مثلا، سنحصل على 355 مثلا في العرض. إذن كما تلاحظوا بأن هاد البعدين هم أقرب للصواب، وبالتالي غتكون هذه المساحة أقرب للصواب. ثم عندنا التمرين الثاني، أحسب مساحة الأشكال التالية ومحيطاتها وألاحظ. كما نلاحظ في التمرين عندنا مجموعة أشكال، وحدة القياس توجد على اليسار. طبعا كما تلاحظوا عندنا مربع من 1 ديسيمتر في الحرف، إذا نحصل على مساحة 1 ديسيمتر مربع. إذا فنحصل على وحدة بواحد ديسيمتر مربع. إذا هذه الوحدة هي التي سنستعمل في القياس. كما تلاحظوا بأن الوحدة مكونة من 4 مربعات صغيرة لموضوع لها الشكل. هذا 1 ديسيمتر مربع، إذا كل 4 مربعات صغيرة تعطينا 1 ديسيمتر مربع. إذا علينا أن نعد كم من مربع صغير في كل شكل ثم نقسمه على 4، ثم نقسمه على 4 لنرى كم فيه من وحدة 1 ديسيمتر مربع، لنرى كم فيه من وحدة 1 ديسيمتر مربع. إذا مثلا إذا أخذنا الشكل 1 كما نلاحظ عندنا 4 مربعات، إذا أخذنا الشكل رقم 1 كما نلاحظ عندنا 4 مربعات. مساحة هذا الشكل هي 4 ديسيمتر مربع. ننتقل إلى الشكل الثاني، كما تلاحظوا عندنا 4 4 4 4.
إذا مساحة هذا الشكل هي 1 2 3 4 هي 4 ديسيمتر مربع. ثم ننتقل إلى الشكل 3. هنا طبعا سنستعمل الطريقة، عندنا 4 4 4 ثم عندنا 1 2 3 4 إذا عندنا وحدة أخرى، إذا 1 2 3 ثم هذه الوحدة الأخيرة موزعة كما نلاحظ، إذا 4 وحدات، إذا هذا الشكل مساحته 4 ديسيمتر مربع. ثم عندنا الشكل 4 الوحدات كلها موزعة. طبعا إذا قمنا بعد هذه المربعات الصغيرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 إذا الشكل 4 به 16 مربعا صغيرا. طبعا رأينا بأن الوحدة بها 4 مربعات، إذا سنقسم 16 على 4، نقسم 16 على 4 لنحصل على عدد الوحدات، إذا 16 قسم 4 هي 4، إذا هذا الشكل أيضا مساحته 4 ديسيمترات مربعة. بالنسبة للشكل 5 كما تلاحظوا عندنا واحد البلاصة ناقصة وعندنا واحد البلاصة زايدة. الشكل رقم 5 هو مجرد مستطيل نقصت منه هذه المساحة وهي نفسها المضافة هنا. طبعا سنعيد هذه الجزئية إلى مكانها ثم نحسب مساحتها، سنحصل على 4 ديسيمترات مربعة، سنحصل على 4 ديسيمترات مربعة بنفس الشكل كما رأينا مع الأشكال السابقة. كما نلاحظ بأن مساحة الأشكال متساوية. إذا الآن غنشوف المحيطات الخاصة بها. نأخذ الشكل واحد، نبدأ مثلا من الأسفل من اليسار، إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طبعا نحسب فقط أحرف المربعات الموجودة على الخارج، نحسب فقط أحرف المربعات الموجودة على الخارج. العد الذي قمنا به هنا نحن فقط قمنا بعد الأحرف الخارجية للمربعات الخارجية للمربعات الموجودة على الخارج حتى نحصل على محيط الشكل. لكن كما تلاحظوا بأن الوحدة 1 ديسيمتر مربع. طبعا الوحدة التي قمنا من خلالها بقياس المساحات هي 4 مربعات، 2 مربعات على 2 مربعات. إذا في الحرف طول ديال المربعين هو الوحدة، طول ديال المربعين هو وحدة الطول والتي تساوي 1 ديسيمتر. إذا هنا سنقسم على 2، طبعا سنأخذ محيط الشكل رقم 1 مثلا ثم نقسمه على 2، إذا 16 قاسم 2 تعطينا 8، إذا محيط الشكل رقم 1 هو 8 ديسيمتر ليس مربعة بل ديسيمتر. في الشكل رقم 2 نحسب محيطه، نبدأ من الأسفل من اليسار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إذا محيط هذا الشكل هو 20 مربعا. طبعا الذي قمنا بعده فقط أحرف المربعات، طبعا محيطه 20 حرفا للمربعات الخارجية. طبعا 20 نقسمها على 2 هي 10، فنحصل على 10 ديسيمتر. ثم ننتقل إلى الشكل الثالث بنفس الطريقة، نبدأ من الأسفل من اليسار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. في الشكل رقم 3 طبعا محيطه هو 22 حرفا للمربع الصغير، إذا طبعا سنقسم نفس العدد على 2 فنحصل على 11 ديسيمتر طولا. نحسب هنا الطول ولا نحسب المساحة. ثم ننتقل إلى الشكل 4 بنفس الطريقة، نبدأ من الأسفل من اليسار 1 2 3 4 إلى آخره،
هو ممتد على 16 مربعا، فالطول ديالو ايضا هو 16 حرف من الاسفل و16 حرف من الاعلى زائد الحرفين على اليمين وعلى اليسار. اذا 16 16 32 زائد 2 هي 34. 16 في 2 32 زائد 2 34. اذا طبعا هذا محيط الشكل رقم 4 ولكن من خلال احرف المربعات الخارجيه. اذا نقسم هذا العدد على 2 فنحصل على 17. اذا 17 ديسيمتر. اذا هذا هو محيط الشكل رقم 4. ثم ننتقل للشكل 5. طبعا الشكل 5 تجاوزا هاد الاحرف المنحرفه، هذه في الحقيقه اكثر من حرف، اكثر من حرف ديال المربع. كما تلاحظوا بان محيط الشكل رقم 5 على امتداد محيطه نحسب احرف المربعات الصغيره، لكن عند هذه المنعرجات نحسب وتر هذه المربعات. وتنعرفوا بان الوتر ديال المربع او حتى المستطيل تيكون طول من الضلع ديالو. طبعا باش نحصلوا على الطول ديال هاد الوتر غنعملوا المربع ديال هاد الحرف زائد المربع ديال هاد الحرف ثم ناخذ الجذر المربع ديال هاد الجمع، هذا هو طول ديال هاد الحرف. طبعا تجاوزا ناخذ هاد الاوتار كما لو انها احرف. طبعا كما تلاحظوا بان الوحده في كل حرف فيها طول ديال حرفي مربعين صغيرين. طبعا 20 هو عدد الاحرف للمربعات الصغيرة الموجودة على الخارج والتي تمثل محيط الشكل رقم 5. طبعا نأخذ 20 ثم نقسمه على 2 فنحصل على 10 ديسيمتر. طبعا كما تلاحظوا بأن المساحات رغم أنها متساوية المحيطات مختلفة. فإذا كان عندنا واحد المساحة لواحد الشكل فهذا لا يعني بأن لك عندنا واحد الشكل آخر بنفس المساحة فهو عنده نفس المحيط، ماشي ديما صحيحة. ثم في التمرين رقم 3 أعبر عن القياسات التالية بالمتر مربع. إذا طبعا عندنا أولا 5 كيلومتر مربع. إذا طبعا سنضع 5 في مكان خانة الكيلومتر مربع ثم نكمل بالأصفار حتى نصل إلى المتر مربع. طبعا سنحصل على 5 مليون متر مربع. 5 كيلومتر تساوي 5 مليون متر مربع. طبعا هنا نتحدث عن المساحة ولا نتحدث عن الطول. 14 ديسيمتر مربع. طبعا سنضع 14 في مكان ديسيمتر مربع ثم نكمل في اتجاه المتر مربع. طبعا سنضع هنا صفر ثم نضع الفاصلة لأن الصفر هو الذي سيعبر عن المتر مربع. إذا 14 ديسيمتر مربع يعطينا 0 متر مربع فاصلة 14. ثم 35 ديكامتر مربع. طبعا سنبحث عن خانة الديكامتر مربع، نضع 35 ثم نكمل بالأصفار في اتجاه المتر مربع فنحصل على 3500 متر مربع. 35 ديكامتر مربع تساوي 3500 متر مربع. ثم 53 هكتومتر مربع فاصلة 4 كم فيها من متر مربع. طبعا نكتب 53 هكتومتر مربع فاصلة 4 ثم نكمل بالأصفار في اتجاه المتر مربع فنحصل على 534,000 متر مربع. إذن 53 هكتومتر مربع فاصلة 4 تتساوي 534,000 متر مربع. 18 سنتيمتر مربع كم فيها من متر مربع. نضع 18 في خانة سنتيمتر مربع ثم نكمل في اتجاه المتر مربع فنحصل على 0.018 فنحصل على 0 متر مربع فاصلة 0.018. ثم 15 مليمتر مربع نضع 15 في خانة المليمتر مربع ثم نكمل في اتجاه المتر مربع فنحصل على 0.415 متر مربع فاصلة 0.415. ثم عندنا 27 ديسيمتر مربع كم فيها من متر مربع. طبعا سنضع 27 في خانة الديسيمتر مربع ثم نكمل في اتجاه المتر مربع. طبعا العدد لا يصل الى المتر مربع فنكمل الى خانة المتر مربع. اذا سنكمل بصفر، سيصبح عندنا 0 متر مربع فاصلة 27. ثم
ثم عندنا 51 هكتار، طبعا 51 هكتار المقصود بها 51 هكتومتر مربع. سنضع 51 في خانة الهكتومتر مربع أو الهكتار، ثم نكمل في اتجاه المتر مربع، فنحصل على 510,000 متر مربع. إذن 51 هكتار فيها 510,000 متر مربع. ثم عندنا 13R.5، ثم عندنا 13R.5. الR هو الديكامتر مربع، الR يوافق الديكامتر مربع. عندما نقول 13R.5 المقصود بها 13 ديكامتر مربع فاصلة 5. إذن طبعا سنضع 13 في خانة الديكامتر مربع أو الR، ثم نكمل في اتجاه المتر مربع، فنحصل على 1350. فنحصل على 1350، 13R.5 فيها 1350 متر مربع. تمرين رقم 4، عرض فلاحون بيعة في لحية للبيع بثمن 350,000 درهم للهكتار الواحد. إذا علمنا أن مساحة الضيعة هي 5 هكتار، سنضع 5 في خانة الهكتارات، ثم 6R، سنضع 6 في خانة الآرات، يعني في خانة الديكامتر مربع. الديكامتر مربع وهي نفس خانة الآر، ثم نضع 85 في خانة السنتيار وهي خانة المتر مربع. إذن طبعا سنضع هذه الأرقام على الجدول، وأن الفلاح توصل بثلاثة عروض لشراء الضيعة. صاحب العرض الأول يقترح 30 درهما للسنتيار الواحد. إذن طبعا سنبحث عن السنتيار، سنجده هو آخر الرقم كما نلاحظ. وضعنا 5 هكتارات ثم وضعنا 85 سنتيار، فأصبح عندنا الرقم الإجمالي هو 50,685 سنتيار. إذا أردنا عدد السنتيارات هو 50,685. هذا الرقم سنضربه في ماذا؟ 50,685 نضربها في 30 درهم، فنحصل على 1,520,550 درهم. إذن هذه قيمة العرض الأول. صاحب العرض الثاني يقترح 1,500,000 درهما ثمنا إجماليا. إذن طبعا سنضع هذا الأعداد إلى جانب 1,520,550. ثم العرض الثالث، صاحب العرض الثالث يقترح 3,039 درهما للآر الواحد. صاحب العرض الثالث يقترح 3,039 درهما للآر الواحد. إذن طبعا الآر هو الديكامتر مربع. سنضع الفاصلة هنا، سيصبح العدد هو 506R.85. هذه هي مساحة الضيعة. سنضرب هذا العدد 506.85. إذن سنضرب 506R.85، سنضربها في 3039، فنحصل على 1,540,317.15. سنحصل على 1,540,317.15. إذا العروض اللي غتولي عندنا، إذا قيمة العروض الثلاث هي 1,520,550 في العرض الأول، 1,500,000 في العرض الثاني، 1,540,317.15 في العرض الثالث. إذا طبعا أكبر هذه العروض هو العرض الثالث، كما نلاحظ قيمته 1,540,317، بينما العرض الأول 1,520,550، العرض الثاني 1,500,000. إذا أكبر هذه العروض هو العرض الثالث. بالنسبة لأنشطة الدعم والتقوية، بالنسبة للتمرين الأول طبعا هنا سنقوم بالتحويل على حساب الوحدات.
بالنسبة للتمرين الثاني انشئ مربعا مساحته 9 سنتيمترات مربعة. المربع غيكون عنده في الضلع 3 سنتيمترات. باش نضربوا الضلع في الضلع مادام انه مربع ونعلم بان مساحة المربع هي الحرف في الحرف، اذا لتكون المساحة هي 9 اذا سنعطي للحرف 3 سنتيمترات، فنضرب الحرف في الحرف يعني 3 في 3 فنحصل على 9 سنتيمترات مربعة. بالنسبة للمستطيل مساحته 9 سنتيمترات مربعة، اذا الطول في العرض ممكن اننا نضع فالطول 4 سنتيمترات فاصلة 5 وفي العرض 2، اذا 2 في 4 فاصلة 5 ستعطينا 9. اذا نحصل على مستطيل طوله 4 سنتيمتر فاصلة 5 وفي العرض 2 سنتيمتر. بالنسبة للمثلث مساحته 9 سنتيمترات مربعة، يكفي ان نضع مستطيلا مساحته تضاعف مساحة المستطيل السابق. مثلا نأخذ مستطيلا عرضه 4 سنتيمترات وطوله 4 سنتيمترات ونصف ثم نرسم وتراه، فنحصل على مثلثين مساحة كل واحد منهما 9 سنتيمترات مربعة. بالنسبة لمتوازي الأضلاع مساحته 9 سنتيمترات مربعة، إذا طبعا سنرسم متوازي أضلاع ارتفاعه مثلا 2 سنتيمتر وقاعدته 4 سنتيمترات فاصلة 5. بالنسبة للتمرين رقم 3 أحدد قياسا تقريبيا لمساحة الشكل الملون. طبعا نقوم بعد عدد مربعات صغيرة ثم نقسمها على 4 لأن الوحدة تتكون من 4 مربعات صغيرة كما نلاحظ، فنحصل على عدد ديسيمترات المربعة. بالنسبة للتمرين رقم 4 تنتج أرض زراعية مساحتها 5 هكتارات و84 أرة و75 سنتيارة 28 قنطار من القمح للهكتار الواحد. أحسب كمية القمح التي أنتجتها الضيعة. إذن طبعا أولا سنضع الأرقام على الجدول. عندنا 5 هكتارات سنضع 5 في خانة الهكتارات، ثم عندنا 84 أرة المقصود بها 84 ديكامتر مربع. إذن 84 أرة المقصود بها 84 ديكامتر مربع. ثم نضع أيضا 75 سنتيارة المقصود بها 75 متر مربع. إذن سنضع هذا كله في الجدول فنحصل على 5 هكتارات فاصلة 84.75 كما نلاحظ. إذن هذا الرقم هذا ككل سنضربه في 28 قنطار، لأن مساحة الضيعة كما لاحظنا ليست فقط 5 هكتارات، ولكن هناك هذه الفاصلة هي أكثر من 5 هكتارات. إذن الجدول هنا سيرتب لنا هذه الأعداد 5 هكتارات فاصلة 8475. إذن هذا العدد سنضربه في 28 قنطار فنحصل على عدد إجمالي اللي هو 163 قنطارا فاصلة 73. إذن كمية القمح التي أنتجتها الضيعة هي 163 قنطارا فاصلة 73. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.